حالة ربيعية شاملة وأمطار رعدية على عدة مناطق ورياح نشطة مثيرة للغبار، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. بشكل مفاجئ وعلى غير العادة، تأثرت مدينة جدة بحالة من عدم الاستقرار الجوي المحدودة صباح اليوم الخميس، والتي هطل خلالها زخات من الأمطار الرعدية، وذلك في مقدمة حالة من عدم الاستقرار الجوي التي ستتأثر بها عامة مناطق المملكة. وكما هو مبين لدينا هنا في مركز طقس العرب أنها ستشتد خلال أيام الجمعة والسبت والأحد بمشيئة الله. وننتقل سوية لمعرفة المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الجمعة. متوقع أن تبدأ هذه الحالة في المناطق الجنوبية الغربية مثل جازان وعسير والباحة، وتمتد أيضا إلى مناطق الطائف وأجزاء من مكة المكرمة. متوقع أن يكون هنالك زخات من الأمطار على منطقة مكة المكرمة وأيضا على المشاعر المقدسة، إلى أن تمتد هذه الحالة وفرص الأمطار مع ساعات العصر والمساء إلى أن تشمل مناطق من مدينة الرياض إداريا، وتحديدا المناطق الغربية من مدينة الرياض بمشيئة الله. أما يوم السبت فمن المتوقع أن تتركز هذه الحالة المطرية أكثر في شمال المملكة. من المتوقع أن يكون هنالك عواصف رعدية في مناطق مثل المدينة المنورة وحائل والقصيم. تعمل هذه الحالات على جريان الأودية والسيول. نود التنبيه من الابتعاد عن مجاري السيول والأودية في أغلب المناطق، ونود التنبيه أيضا من احتمالية تشكل العواصف الرملية الجدارية بسبب نشاط الرياح. وأيضا من المتوقع أن تتشكل هذه السحب المطرية في منطقة تبوك ومناطق متعددة ومنها مدينة الرياض. وبناء على ذلك لا ينصح بالتخييم أو الخروج في رحلات المكشات في أغلب مناطق المملكة بسبب الغبار والأمطار التي قد تكون يومي الجمعة والسبت. لذلك نرى أنه أغلب المناطق غير مناسبة لهذه الرحلات أو التخييم بشكل عام، وتحديدا في مناطق حائل والقصيم والمدينة بسبب خطورة الأجواء في تلك المناطق. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون هنالك احتمال لأمطار رعدية وأن تكون الأجواء مغبرة، ودرجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، وسرعة الرياح قد تصل إلى 21 كيلومتر في الساعة. ننتقل سوية لمعرفة درجة الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة في عاصمة الرياض، حيث يوم الجمعة تكون 37 إلى 24، يوم السبت من 35 إلى 25، ويوم الأحد من 38 إلى 23 درجة مئوية مع احتمال لوجود أمطار. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في أغلب مناطق المملكة، ونبدأها شمالاً من سكاكا 33 إلى 22، من عرعر من 31 إلى 18، في تبوك من 34 إلى 20 درجة مئوية. في مكة المكرمة من 40 إلى 28، في الطائف هنالك احتمال لأمطار رعدية، تكون درجة الحرارة من 29 نهارا إلى 20 درجة مئوية ليلا، في المدينة المنورة من 39 إلى 28 درجة ليلا، في جدة من 36 إلى 27 درجة مئوية ليلا. في أبها أيضا احتمال لزخات أمطار رعدية من 27 إلى 16 درجة مئوية، الباحة كذلك الأمر من 25 إلى 18، وفي جازان من 34 إلى 30 درجة مئوية. في الدمام احتمال لزخات أمطار رعدية من 32 إلى 20 درجة مئوية، في الإحساء من 34 إلى 21، في حفر الباطن احتمال لزخات من الأمطار، درجة الحرارة من 34 إلى 21 درجة مئوية. في الرياض من 37 إلى 24، في بريدة من 34 إلى 24، وفي حائل احتمال لزخات من الأمطار لتكون درجة الحرارة من 32 إلى 21 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.